جنكا عيدنكا من جمهورية سومالان هاد يروها الله وحوي جوابي قدومي حسبي وحالي أنا هاي مركة كوات هالي هاد هامون وقبطو إن السياسة دكادة حالا شو أو أغاف كي حسبي كل مية كو هالا شو وحي كوف في عنايد أبي قوة شنمة إسكا عسلة وحالي أنا هاي وحاد كوب باقضي إن الحيل دونت مضانياشا إن المظاهرات تيري دونين إن الأول استعمال كرتو وحن كل شيء جيّا مظاهرات كوالا صباحية مظاهرات سلمية ليس صباحية أنا جو حلي بنا بن هجامينا وأكوب بعضنا ده حدو أنا جو صور هيننا أنا جنا حد ديار بان كناي وايش مظاهرنا وحي كيف رسوي دينا إنه هلق كلمة كان رهنو أنا كوا مظاهرات شيء قرن لو إجمالي إن أنا أي حلي بنا كان نقدان جمهورية سومالين مرك هراء إذا تضي إنها يستطاع أبارها ترى سحر بررك إيو مشاكلاتك وحن الله يودي سننا إنه إله سبحانه وتعالى يسوي إنه بدله وإنه قب بدله سيدا خير كله ورواقية بشبش إنت أمرك أنك قدبه إكلي وحين وذا أكسون هاي إن دلكم أنت كتر حالة أدق حالة دا أدق إلا بدا قيب وضا قيب توحي أبار يدبك آه إلهي باكينا إلهي بينك قادي كرا إلهي بينك ويدي سنة ينو قدو القاضو دب تلباد هدهي سحر بار رتهاي هدهي دبات هدا إن شيالك قالي قروبي نو معيشة ديش بدي شي دب تومد هاي ستا وحو الصوبة حكومة دمان تجرتا أنا كري ويدي أودي كري ويدي قاب كي يقرشه أي دلك نكون معمول الهيد أي كجبت بعدين الهيد ومضى لبك هاي ستة أي كو كت هاي أمانة الحكومة ضع إنه ودي بني معمولك يدو وحلو حال كاد لبت على مسؤولية قاعد دون تاد لبت على مسؤولية كتاي مدحونا قرنك وهو إن بدن عدك استاء أتقطع ما عدك صوح كوي دي سوى وقت كمان تجوا وجواب تي ستوه جوابه أنا كمان توه حلالنا يا شرعي وحن كنت هاجنا يا شرعي وحن حلالنا يا شرعي هذا وحن شعب كل شيء هنا وأبو صدقه الحوينو وحلالنا يا شرعي هذا وحورسيد يا بربركا وحور سيدي يا دباطة ما أنت طالع أمد إيجمتي وودي كرواي إنه ماريو حضيت هاي إنه شرع إلى لي ملحوينه سيدي ودوكسون هاي دستور كينا شمرد سومالان وحايت هاي إنه ملحوينه كو إلى لي شرع هذا إنه ملحوينه كو دغمو إدي شرع كتلا ويسا كيوكو باقي لها إسا ورن لها شرع هذا هلو توصي ويسا وحن حسوسين يا مدحوينها هدي ويل شرع جان الالنا يا أو شرع جا كوي الالنا يا أمضى سيدو دي جاي دستور كي نقلب كا كوب قلب كا ثبنا دستور كي شمل الزمان الآن فخرد اللي حاد وحي نوش يا جيسا شمل الزمان الآن وحي آمن سنتهي إن خلافات كسياسية أه أورما لجو حليل كرو طريقة أنا بتقولي هذا، إيوه وطشجة، إيوه إسكت الناس يقولك، مركو الدستور كسيدا إن ليه، ما الحوينا كمرد سمال لنا، قد دي إسحل قانطي، إيه كعبنا علماء الدينك، صلاة دين تا، وحجرت كيس سمال لنا، الدون إيه خلافات كاتشرين يسيد وهان شري، كجوا حضلان. وحمد حوينه انت بكويدي ديار ميهي وحو تشبيهي تسور كشمرة سبالان قضب كاتف بناد فقرد ديسا افراد وحيكو غرناد ايو كهر منايا وحان لايان هاي مد حوينه ما انت الدول كولكم مريا واركينا وضا حضل ايو
isu nasteexayn waa lagaala quustay waxaad ku wadaa wadanka maanta meel aan diyaar u ahayn shacabka waxaan leeyahay hadii madaxweynaheena noocaan noqday idinku tashada shacabka idinku tashada nabadgelyada iyo amniga ma aha mid xukuumad ilaaliso ma aha mid ay kaliyad ku eeg tahay shacabka ilaashanaya shacabka khusaysaa madaxweynahuna wuxuu waajibkiisu yahay inuu waxa ummaddu ay ilaashanayso ee danteeda inuu ku ilaaliyo taa markaan intaa ku dhaafno waxaan leenahay madaxweyne sharciyadda ku soo noqo mas-uuliyadda ku saaran ka jawaab ummaddu waxay xaq u leedahay mari wixii xaq daraa yaanay gacantaada ama amarkaaga ku imanin markaan intaa ka gudbo qodobka labaad u dhaafay waxa weeye ciidanka qaranka waxaa ugu sarreeya oo xukuma janaka marka laga yimaado wasiirka daakhiliga wasaaradda qaabilsan amniga taliyuhu marka koowaad ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay wuxuu xukumaa ciidan aan xisbi u shaqayn ciidan aan cid u shaqayn ciidan aan madaxweyne khaas u ahayn wuxuu xukumaa ciidan qaranka oo dhan amnigiisa iyo ujeedadiisuba ay khusayso ciidanka qaranka hadduu maxaafid yahay hadduu mucaarid yahay iyo hadduu madaxweyne yahay intaba waxa uu mas-uul ka yahay amnigiisa nabadgelyadiisa iyo waajibaadkiisa amni janaka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland haddeer wuu hadlay wuxuu jawaabayay guddoomiye xisbi waxaan leenahay marka kooda taliye haddaad hamuun u qabto inaad siyaasadda ka dhex hadasho oo aad afkii xisbiga kulmiye ku hadasho waxay kuu fiicnayd adigoo jannimadiska casila u soo banbaxa siyaasadda sidaad roolkaaga u qaadato waxaan leenahay waxaad ku baaqday in aad xidhi doonto mudanayaasha inaan mudaharaajiri doonin inaad awood isticmaali karto waxaan kuu sheegayaa mudaharaadka waa la soo baxayaa mudaharaad sameeya la isugu soo baxayaa annagoo xildhibaanaa baan hogaamineynaa waad ku baaqday inaad xidho annagaa ugu soo horeynaynaa annagana xidh diyaar baan ku nahay waa ismudanaynaa waxaan leedahay taliye waajibaadkaagu waxa inaad ciidankaaga xukunto haddaad ti soo dhaaftay waxaad ka heli doontaa waajibaadkaaga golaha aanu ka midka nahay haddii allah ka dhigay insha allah kaasaana awaalkaaga marin doona